معنا من لندن الإعلامية الجزائرية الأستاذة بسمة لبوخ. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة بسمة. ومن مدينة ليون الفرنسية الأستاذ بيير لوي ريمون، الباحث والأكاديمي المختص بالشأن الفرنسي. أهلا وسهلا بك أستاذ بيير. سؤالي الأول المباشر، هل إيمانويل ماكرون يوجه هذه الرسائل إلى الخارج أم إلى الداخل استعدادا لانتخابات أبريل القادم؟ أعتقد أولا بأن الرئيس ماكرون يسجل تاريخا لم تذكره تاريخ تقريبا هذا التاريخ 1961 و 17 أكتوبر، فبالتالي هناك نوع من الشجاعة في هذه الخطوة. أنا سأجيب أيضا مباشرة على سؤالك. أنا أعتقد بأن الرسالة التي يبعثها هنا يبعثها إلى جميع الأطراف الفاعلة في ملف الجزائر، وهو ملف عسير التناول، لأن هناك الكثير من التفاعلات المتناقضة. هناك من سيرضيه مثل هذه الخطوة مثل اليسار الفرنسي، هناك من سيحتاط من هذه الخطوة وربما يستنكرها أشد الاستنكار، إذا نظرنا طبعا إلى اليمين المتطرف وحتى جزء من اليمين. هذا بالنسبة للرسالة الداخلية. أما بالنسبة للرسالة الخارجية، فأعتقد بأن إيمانويل ماكرون ماض في الخطوات التي قد ينظر إليها البعض بأنها لا تزال بطيئة، ولكن يذهب أبعد من سابقه، يذهب أبعد من فرانسوا أولاند الذي اكتفى بالاعتراف. إيمانويل ماكرون سبع أسماء مسؤولين ضريعين مباشرة في الموضوع. صحيح بأن هناك من سيقول لك بأنه ليس هناك بعض اعتراف من الدولة الفرنسية بمجزرة باريس، فبالتالي هناك رسالة موجهة إلى كل الأطراف وربما كتبت حبرا على الورق بالنسبة لوجهة النظر. بس مع الاحتقان الدائر بالقرارات الأخيرة الفرنسية الرئاسية فيما يتعلق بالدول الثلاث في شمال أفريقيا، أستاذة بسمة لبوخ، لا يمكن النظر إلا بعين المتسائل على الأقل للظرفية السياسية التي يدلي فيها ماكرون بهذه التصريحات ويقوم بهذه الخطوات. كيف من وجهة نظر حضرتك تستقبل الجزائر بعد الاحتقان الشديد بينها وبين ماكرون هذه الخطوة؟ للأسف شديد، الرسالة التي يبعث بها ماكرون اليوم كان قد بعث قبلها بأيام برسالة في الاتجاه المعاكس تماما، حينما شكك في الأمة الجزائرية عبر تصريحاتها التي نقلها عنها الإعلام الفرنسي. يعني الرسائل التي بعثها أثارت سخطا في داخل الجزائر على المستوى الشعبي قبل أن يكون على المستوى الرسمي، وكان الرد واضح في من خلال استدعاء السفير للتشاور ومن خلال غلق الأجواء أمام الطيران العسكري في خطوة ربما بادت كأنها مخالفة تماما لما سبق. يبدو أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تدخل مرحلة تاريخية أو مرحلة لم يسبقها هذا البعد من القطيعة كما حدث سابقا. هذه الخطوة التي قام بها ماكرون اليوم التي تأتي ضمن ثلاث خطوات رمزية أرادت الرئاسة أن تقدمها، كانت امتدادا للتقرير الذي قدمه بنيامين ستورا حول ملف الذاكرة الجزائرية. فكانت هناك خطوة سابقا تمت في 25 من سبتمبر متعلقة بتكريم المتعاونين مع الاحتلال الفرنسي أو كما نسميهم نحن بالحركة، وهذه ربما أيضا خطوة مستفزة ولا تذهب باتجاه إصلاح ملف الذاكرة أو محاولة تلطيف الأجواء أو حتى ردم هذه الهوة التي تزداد اتساعا ويساهم الرئيس الفرنسي من موقعه في توسعتها أكثر فأكثر. أنا أذكر هنا في تصريح الرئيس الجزائري تبون مؤخرا للصحافة الجزائرية حينما تطرق لهذا الملف، أشار إلى الملف الثقيل، يعني قضية العلاقة بين الجزائر وفرنسا أو الأزمة الدبلوماسية التي وقعت ليست كأي أزمة دبلوماسية عابرة تقع بين أي دولتين ربما تنصلح لاحقا. هذه أزمة يعني تاريخية مبعثها ملف ذاكرة ثقيل جدا. أشار إليه تبون مؤخرا في لقائه عندما تحدث عن إبادة شاملة لقبيلة بأكملها لم يبقى منها كما أشار حتى رضيع، وهي قبيلة الزعاتشة، إلى جرائم ثقيلة قامت بها فرنسا وهي الآن تتعالى على أن تعترف بهذه. تصريحات رئيس تبون بالتأكيد كانت تصريحات يعني شديدة، سواء فيما يتعلق بالمغرب أو فيما يتعلق بفرنسا. أستاذ بيير لوي ريمون، لو كانت هذه الرسائل مرسلة لكل الأطراف، فيبدو أن الجزائر تنظر لا تزال لتصرفات ماكرون
وآخرها ما جرى اليوم باعتبارها حلول تجميلية لأزمة حقيقية من وجهة نظرهم هو خلقها مع الجزائر. على الرغم من ذلك هو يغامر في وقت هو بحاجة لكل من يحاول المزايدة عليه، مارين لوبان طبعا بالتأكيد على الأقل في هذه المرحلة، فيما يتعلق بالتوجه نحو يمين الوسط، ربما حتى اليمين حتى موعد إجراء الانتخابات. هي مغامرة كبرى ما فعله اليوم. في الواقع التوجه نحو يمين الوسط والتوجه نحو اليمين ليس بالضرورة مبني على أساس الجزائر، لأن قدامى الضارعين في حرب الجزائر ليسوا كلهم ذوي التوجهات السياسية الواضحة. أما عن كون إيمانويل ماكرون قام بمغامرة، صحيح أنه قام بمغامرة اليوم، ولكنها مغامرة ليست بالضرورة بالطابع. أتصور ميكروفون حضرتك الآن يعني حضرتك بمشكلة، تفضل أستاذ بيير. نعم، يعني أنا أعتقد أن مثل هذه المغامرة في الحقيقة تحمل مخاطر، وهو مدرك بها تماما، لأن مثل هذه الزيارة التي يقوم بها ليست زيارة من شأنها أن ترضي الأمة الفرنسية بأكملها. بس أنا لم أكن أتحدث عن الجزائر، أنا أتحدث عن مجموعة خطوات، ثلاث خطوات تحديدا لها علاقة بما يسمى السياسة العدائية للهجرة، ويعني وربما حتى لما يسمى من وجهة نظر ماكرون بشكل التشدد الإسلامي، خليني أكون دقيقة في التوصيف، إضافة إلى يعني إعادة إنتاج المجتمع الفرنسي بالشكل الذي هو فرنسا للفرنسيين. هذا ما يحاول ماكرون أن يدحض مزايدة مارين لوبان عليه فيه، مش الجزائر في حد ذاتها، ولكن توجه الفرنسي نحو مزيد من الانغلاق والقومية بصراحة. توجه العديد من الفرنسيين أكثر فأكثر نحو الانغلاق والقومية والفرنسي والفرنسا من يشيل الفرنسيين، أنا لا أعتقد بأن ماكرون يراهن على هذه المعطيات على الإطلاق. أما التشدد الإسلامي، وخلينا فعلا نكون دقيقين في الموضوع، فرنسا والتشدد الإسلامي والإرهاب الذي يعني يأتي أو ينصب نفسه باسم الإسلام والإسلام، أنا أعتقد بأن هذه الجزئية لا ينبغي أن نخلط بينها وبين رغبة إيمانويل ماكرون في تنفيذ سياسة إدماجية وليست محاربة للهجرة على الإطلاق، وإنما أعتقد بأن الوقت حان لوضع النقاط على الحروف. عندما يصدر قانونا يعني متعلقا بمراقبة ما يدور في بعض المساجد والدعوة إلى إغلاقها لأنها فعلا يتكشف بأن تدعو لكراهية الغير، وهذا ما يناقض خطاب الإسلام تماما، لا نستطيع أن نقول بأن إيمانويل ماكرون يغامر، وإنما يقوم بعمل من لم يقم به قبله بكل بساطة. طيب ممكن أسأل حضرتك سؤال يوضح سؤالي الأول أكثر؟ لو كانت مارين لوبان هي رئيسة فرنسا، ماذا كانت ستفعل حيال المساجد؟ لو كان مارين لوبان في أولا يعني أعتقد أن مثل هذه الفرضية بعيدة، ولا نستطيع أن نتكهن بما الذي ستفعل. على كل حال الواقع أنه ملايين حول العالم يستطيعون التكهن بفكرة اليمين ربما عن الآخر، ولكن عموما صحيح هذا نقاش قد يبدو فلسفيا وحتى فوقيا. أستاذة بسمة لبوخ، ما الذي يمكن أن يفعله إيمانويل ماكرون لتطبيع أو إعادة تطبيع العلاقات مع الجزائر بالشكل المرجو؟ طبعا ما يعني ما وصلت اليه العلاقات هذه المره، ونتحدث يعني على ما يبدو انه قطيعه، يحاول ماكرون قدر الامكان تلطيف الاجواء بما قام به اليوم او بتصريحات اعلاميه تحاول قدر الامكان تخفف من وطاه ما صرح به سابقا، ولكن يبدو ان الاتجاه الجزائري الان، وليس فقط في الجزائر، نتحدث الان الى اتجاه عام في افريقيا او لنقل الاستعمارات المستعمرات السابقه
لفرنسا. يبدو أنه فرنسا تعاني من حالة إحباط، وهي ترى بأنه نفوذها يتقلص في القارة السمراء لصالح قوى تقليدية وأخرى صاعدة. أتكلم هنا على الصين، أتكلم على تركيا، أتكلم على روسيا، ويبدو أنه إفريقيا تتجه بجدية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية، وبالتالي هذا أكيد سيأتي على المصالح الاقتصادية في المصالح الاقتصادية الفرنسية، وبالتالي هذا ربما يجعل من ماكرون تارة يحاول أن يوازن بين إرضاء اليمين واليمين المتطرف لبعد انتخابي بحت داخليا، ومرة أخرى يحاول أن يسترضي المستعمرات السابقة ومحاولة إظهار أو كما ذكر سابقا بأنه يحترم السيادة الجزائرية والأمة الجزائرية وغيرها من هذه التصريحات. لكن ما يبدو جليا أن التوجه الحالي الشعبي باتجاه أن تعطى خطوات واضحة باتجاه إصلاح ومعالجة ملف الذاكرة العالق منذ الاستعمار إلى الآن. أنا مضطرة للتوقف، بعتذر من حضرتك أستاذة بسمة لبوخة الإعلامية الجزائرية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكرا للأستاذ بيير لوي ريمون الباحث والأكاديمي المختص بالشأن الفرنسي، شكرا لحضراتكما. نحن لا زلنا ننتظر المؤتمر الصحفي للجنة الانتخابات العراقية ربما مع زميل آخر. شكرا لحضراتكم، ألقاكم غدا في 6 بالتوقيت غرينتش، إلى اللقاء.